هاتلوني انا حميدو يا بيه يا بيه ان شاء الله. انت عم ابن بلد. الهرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الكورة مع الشنطوري. النهاردة حلقة مثيرة، حلقة جريئة، حلقة شنطورية خالصة. طبعا سؤال الحلقة: هل أثر قرارات الحكم طارق مجدي ومعاونيه على نتيجة لقاء الأهلي والاتحاد السكندري؟ آراءكم وتصريحاتكم على بيدج الكورة مع الشنطوري على صفحتنا على الفيسبوك. حضر مج الشاي والعصير وتعالى تشنطر معايا. هيكون معايا النهاردة ضيفنا نجم منتخب مصر السابق للشباب، لاعب النادي الأولمبي وطليع الجيش والمصري والاتحاد السكندري. وإذا كان في محمد صلاح في ليفربول فخر مصر والعرب، فنجمنا النهاردة هو فخر الأسكندرية محمد صلاح. هيكون معانا بعد الفاصل إن شاء الله، نستمتع بآرائه وتحليلاته الشيقة والمثيرة والجريئة. الزمالك، مفيش كلام كتير ممكن أقوله. الزمالك يواصل مسلسل نزيف النقاط بتعادل مخيب للأمال مع الإنتاج الحربي بدون أهداف. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الزمالك قدم مباراة أسوأ من مباراة طليع الجيش، لم يصل إلى مرمى الإنتاج الحربي سوى في فرصة وحيدة لأشرف بن شرقي أضعها بمنتهى الغرابة في أيدي الحارس عامر عامر. غير كده الزمالك مجاش. الزمالك واضح جدا إن فرجاني ساسي مش عايز أقول بقى يعني مش عايز يلعب. مدافعين الزمالك في حالة لا يرثى لها، خط وسط الزمالك في حالة لا يرثى لها. لازال طارق حامد بيستخدم العنف في الأداء. مصطفى محمد، أين مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي؟ أين مصطفى محمد؟ هل غرور؟ هل الفريق لا يصل؟ هل مفيش كور بتوصل له؟ طب الكور اللي بتوصل له بيعمل فيها إيه؟ علامات استفهام كثيرة. زيزو خرج ولم يعد. ونجم بينزل زي ما بينزلش. أشرف بن شرقي حبة فوق وحبة تحت. أوباما غائب تماما عن المباراة بينما أبو جبل لم يختبر. العيب كل مصر عارفة العيب فين، وأنا قلت الحلقة اللي فاتت وهقوله تاني، العيب في اللعيبة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن اللي بيحصل. اللعيبة من غير جهاز، من غير مجلس إدارة، من غير جمهور، لو عندهم روح وإصرار وعزيمة هيكسبوا. بطولة الدوري انتهت إكلينيكيا لصالح النادي الأهلي. الدرع 42 تقريبا بنسبة 99.9%. النهارده 24/12/2019 أنا ببارك للنادي الأهلي على درع الدوري، وأي حد هيقول كلام غير ده أنا شخصيا مش هقتنع بيه. نروح بقى على اللي بيفرح جمهور النادي الأهلي، وهو النادي الأهلي مع مستر فايلر بيكسب باتنين وتلاتة وأربعة، وزي ما أنت عايز تقول قول. فاز على سيد البلد الاتحاد السكندري 4-0. لو حضرتك بتتفرج عليا وما اتفرجتش على المباراة فهتقول إن الأهلي اكتسح الاتحاد السكندري، لكن الكلام ده غير صحيح. شوط أول كان نادي الاتحاد هو الأفضل، سيطر سيطرة تامة من بعد 20 دقيقة، اللعيبة خدت ثقة في نفسها، كابتن طلعت كان مذاكر الأهلي كويس، أحمد رفعت أحد نجوم المباراة اللي قطع محمد هاني، عمل عرضيات ما لقيتش اللي يترجمها، سيسي حط كورتين بدماغه، ولكن محمد الشناوي أفضل حارس مش في مصر بقى في أفريقيا كان لهم بالمرصاد. إذن الاتحاد السكندري قدم شوط رائع، والهفوة الوحيدة لنادي الاتحاد كانت في الدقيقة 47 في نهاية الشوط الأول اللي هي العرضية الكورنر اللي اتلعبت وأخفق عماد السيد في الخروج والمدافعين ووصلت لأحمد الشيخ أحد أسوأ اللاعبين في المباراة اللي نجح إن هو يحرز الهدف. الشوط الثاني النادي الأهلي كشر عن أنيابه، كان شكل تاني، لكن طبعا لا ننكر أو نغفل دور الحكم طارق مجدي ومعاونيه في الشوط الثاني. بس قبل ما أقول الكلام ده وأقول هم عملوا إيه، عايز كلنا ما نغفلش حقيقة مهمة. الأهلي فاز عن جدارة عن جدارة، يستحق يستحق. الحكم شارك في جزء من خسارة الاتحاد، شارك في جزء من خسارة الاتحاد، من خسارة الاتحاد في عدد من الأهداف مش في المباراة. يعني هو الأهلي كان يقدر يكسب، لكن الحكم شارك إن هو زود النتيجة. كابتن طلعت يوسف أكن له كل احترام وتقدير، ويمكن إحنا أكتر ناس هنا في البرنامج أشادنا بيه وبقدراته التدريبية على مدار الماتشات اللي فاتت كلها، ولكن كابتن طلعت يوسف سلم نادي الاتحاد بعد الهدف الثاني اللي هو طبعا من تسلل واضح على محمد مجدي قفشه، ما كانتش طبعا الكابتن البساطي موفق فيها. كابتن طلعت اخرج بعد الهدف الثاني احمد رفعت احد نجوم المباراه اللي كان فاتح شارع ناحيه اليمين على محمد هاني، لدرجه ان كل المحللين طالبوا
بتغيير محمد هاني بن الشوتين والدفع باحمد فتحي لايقاف احمد رفعت، ولكن بعد الهدف الثاني كابتن طلعت عمل تغيير غريب جدا. طبعا هي كلها وجهات نظر، مره بتصيب ومره بتخيب، ولكن اذا اصبت فاحنا بنمدح حضرتك وبنديك حقك، ولكن اذا اخطات فاحنا طبعا من حقنا النقد طالما بناء وطالما باحترام. كابتن طبعا طلعت يوسف بعد ما اخرج احمد رفعت ببساطه، محمد هاني اللي كان متقطع طوال 60 دقيقه هو اللي طلع بهجمه عنتريه وعمل الهدف الثالث لوليد ازارو، ثم الهدف الرابع من ركله جزاء فيها وعليها مسافه قريبه، كره خبطت في صدر اللاعب قبل ما تيجي في ايده. انا شخصيا لو الحكم مش هحسبها ضربه جزاء، وفي عرف الكوره يعني فرقه خسرانه 3 وميته ما كانش في داعي ابدا ان هي تتحسب طالما فيها شك. وانا عايز اقول للكابتن طارق مجدي حاجه، لو كان الاهلي او الزمالك هو اللي خسران 3 يا ترى كنت هتحسبها؟ تكملة لكلامنا ان هو راجل بقى حقاني وبيدي كل واحد حقه، ولمسة اليد هتحسبها ضربة جزاء. طب هل الوقت الضايع بتاع الشوط الثاني اللي فيه لعيبة الاتحاد 2 وقعوا في اخر الشوط 5 دقائق كاملة واقعين في الارض، ثم تغييرات 6 تغييرات للفريقين يعني حوالي 3 دقائق، يعني في 8 دقائق وقت ضايع، ليه بقى خدتك الرأفة بالمباراة وحسبت 3 دقائق وقت ضايع في الشوط الثاني طالما انت راجل حقاني قوي بتدي كل واحد حقه؟ السؤال هنا للكابتن طارق مجدي وللجنة الحكام برئاسة المحترم الكابتن جمال الغندور. عموما الدوري 42 اكلينيكيا بقى في الجزيرة، يتبقى بس استكمال عدد النقط اللي يستحيل تعويضها. بيراميدز بيتعادل مع المصري، الاتحاد بيخسر بالاربعة، الزمالك محلك سر بيتعادل مع الانتاج الحربي، ومفيش في مصر غير الاهلي. دوري الدرجة الرابعة، نادي المجد او ابناء الاستاذ اسلام الصياد رئيس مجلس الادارة بيعود سريعا بعد خسارته الاسبوع اللي فات، وبيحقق فوز كبير على جرف حسين بـ6 اهداف نظيفه، تالق كل لاعبي المجد بقياده مديرهم الفني كابتن محمود التركي، لهم التحيه والاحترام، والمجد ينافس بقوه مع MVP على الصعود الى الدرجه الثالثه، بالتوفيق لنادي المجد وكل طبعا الفرق السكندريه. هنطلع دلوقتي تقرير عن اراء جماهير اسكندريه بعد مباراة امبارح، بعد مباراة نادي الاتحاد لما خسر من الاهلي 4-0، ثم نرجع مرة تانية ونستقبل ضيفنا فخر اسكندرية الجميل المحترم الكابتن محمد صلاح. انتظرونا. مساء الشنطرة عليكم جميعا، واهلا واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكرة مع الشنطوري بعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-0، ومعنا اراء بعض الجماهير بعد المباراة. تقولي عن مباراة النهاردة؟ والله اللي انا حاضر اقوله النهارده، احنا اولا بنرحب بالبرنامج بتاع حضراتكم الناجح جدا، اهلا بحضرتك، وبتمنى لكم التوفيق حقيقي يعني في بدايه مشوار بتاعكم، ربنا يخليك. انما احنا طبعا مش هنقدر نتكلم ان مجلس اداره نادي الاتحاد عامل مجهود قوي جدا، جهاز الفني كويس، اللعيبه كويسه. اللي حاضر اقوله النهارده بس الشوط الاول حقيقي النادي الاتحاد هو نادي الاتحاد، انما شوط تاني مباراه للنسيان خالص، شوط للنسيان، مش هقدر اقول مباراه، شوط للنسيان. الفريق كان وحش في الشوط تاني، الجهاز الفني تغيراته مش حلوه، اللعيبه حسيت برضو ان اللياقه البدنيه بتاعتها نزلت، طبعا غير الظلم الواضح جدا اللي احنا شفناه من الحكم طارق مجدي اللي هو متعود تملي يظلم نادي الاتحاد، وليه سوابق صراحة معانا كتير قوي. الهدف الثاني زي ما انت شفت هدف اوفسايد واضح جدا 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 للناس اللي ما بتفهمش كوره، واعتقد الهدف ده كان السبب في انهيار فريق نادي الاتحاد اللي سبب في النتيجه دي. كل اللي شاف المباراه من البدايه شايف ان نادي الاتحاد ماشي كويس جدا، الشوط الاول كويس جدا وهو اللي مضيع، عدوا الدقيقتين الوقت الضايع، دخل الجون مش مشكله، بدا الشوط الثاني، الجون الثاني الاوفسايد دوت فعلا انهار فريق الاتحاد، تغييرات الجهاز الفني غير موفق كابتن طلعت حقيقي. انا ما بقولش كابتن طلعت من المدربين ناجحين جدا، وبتمنى له التوفيق في المرات القادمه، بس هو خان التوفيق صراحه في بعض التغييرات مع اللي هو اللعيبه خافت شويه. نتيجه الماتش بتاعت النهارده هتكون مؤثره على مسيره النادي في البطولة العربية؟ لا 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 لا، إن شاء الله اللعيبة والنادي ومجلس الإدارة والجمهور
قادر ان هو يطلع اللعيبه من الخساره دي. بس انا بطالب استاذ رئيس النادي والمسؤولين في النادي، لازم تدريب بجمهور قبل الماتش، حتى لو في ملعب الشاطبي حاجه كده صغيره، لازم في جمهور يساند دلوقتي اللعيبه ويقول لهم انسوا الماتش ده، احنا عندنا حاجه مهمه قوي وعندنا حاجه اهم من ده كله، واهم من الثلاث نقط دول، واهم من اللي بيجرى في منظومه الكره المصريه، اهم منه كله، ولا يهمنا بساغ حتى. احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي البطوله العربيه والسكه اللي احنا ماشيين فيها، فخلينا نركز فيها، وخلينا لازم دعم، لازم دعم من اللعيبه دلوقتي والنادي الاتحاد دلوقتي عشان خاطر ماتش يوم السبت. الشوط الاولاني 10 على 10، حكم ظالم ولجنه حكام اتحاد كره، احنا اللي بيضيعنا كل ماتش السنه اللي فاتت زي دلوقتي برده كان في نفس الحكم مع وادي دجله، بعديها راحوا جايبين لنا قولوا لنا برده في ماتش المقاولين، قبل الماتش ده قلنا بلاش من الحكم ده، بلاش من الحكم ده. جون في الدقيقه الثالثه، اوف سايد جون، ضربه جزاء، انا يعني احنا فاهمين كوره ازاي تتحسب، طالما جت في صدري وفي ايدي ما تتحسبش. تمام، بس برضو دي مباراه بثلاث نقط. ما هي ثلاث نقط، ما راح، ما خلاص انت ضيعت الصفاره، طالما الصفاره بتتحكم في الماتش. مباراه ثلاث نقاط، لكن انا بس هتكلم في نقطه وهي مفهوم العداله باعتباري محامي، واعتبار ان القانون العداله الرياضيه، العداله الرياضيه غابت النهارده، العداله الرياضيه يعني كان في ظلم باين على منظومه الكوره داخل الملعب، النهارده اللي شفناه بعينينا وشافوا جماهير، لا ما ينفعش ما ينفعش، برضه ده مش هيأثر على مسيره نادي الاتحاد ولا بنعترض على قرارات، لكن الظلم اللي باين دوت بياتي بنتيجه عكسيه، احنا نرجو ان الاتحاد طبعا مجرد مسيرته ماشي كويس ومجلس الاداره مش مقصر، في النهارده اخطاء، في اخطاء فنيه فادحه وده امر معتاد. الضغوط النفسيه والضغوط كان طبعا التغييرات اللي تمت، احنا مش 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 يعني مش مش خبراء في الكوره، لكن في خبراء في الكوره شايفين بعينهم ان في تغييرات في غير محلها، بس ده لما حصل برضه بتكلم غياب العداله الرياضيه ادى الى انهيار الاتحاد في الشوط الثاني، وده مش مستوى الاتحاد. يعني الاتحاد لعب شوط حلو قوي، لعب شوط الاولاني كويس، الشوط الاولاني ممتاز بصراحه، يعني الا كان ينقصه ان هو يهدف، يعني بس ما فيش توفيق، هو ما فيش توفيق، انما يعني ايه تقدر تقول بقى يعني ما بدايه الشوط الثاني وفي يعني برضو يعني اخطاء في التغيير مع برضو اخطاء في التحكيم، برضو احبطت اللاعبين شويه، واخد بالك يعني، يعني بس برضو احنا المفروض برضو يعني ايه ننسى بقى الماتش دوت وخلينا في الماتش اللي جاي، الماتش اللي جاي اهم، كلنا نتكاتف. نرجع تاني للاستوديو مع الكابتن محمد الشنطوري ومساء الشنطره على الجميع. اهلا بحضراتكم مره تانية ومساء الشنطره طبعا على الكابتن شريف المغربي مراسلنا اللي بشكره شكرا جزيلا على هذا التقرير الرائع، وهو وجماهير اسكندريه كلها. ودلوقتي بقى هنرحب بنجمنا فخر اسكندريه نجم منتخب مصر السابق للناشئين والشباب مع الكابتن حسن شحاته، والحاصل على كاس الامم الافريقيه للناشئين في بوركينا فاسو مع الكابتن حسن شحاته، نجم الاسكندريه والاولمبي والاتحاد والمصري وطلائع الجيش والعديد والعديد من الانديه، والمدير الفني الحالي لمواليد 2005 بالنادي الاولمبي، نجمنا النهارده الكابتن محمد صلاح. مساء الشنطره يا ابو الكابتن. مساء الخير جميل، وبشكرك على المقدمه الجميله ديت، سعيد جدا بنجاحك، صديق عمر وصديق ملاعب وحاجه جميله بجد، مبسوط جدا بالبرنامج وعامل حاله في اسكندريه وفي مصر، بتمنى لك التوفيق، واكيد بالطبع مبسوط ان انا معاك النهارده حبيبي يا كابتن. وطبعا المشاهدين ما يعرفوش ان احنا عشره 25 سنه احنا بدانا مع بعض في ناشئين النادي الاولمبي، دي حقيقه، ده جيل واحد، وطبعا شرف ليا ان انت تكون ضيف النهارده. جاهز ان شاء الله باذن الله. رايك في مباراه الاهلي والاتحاد السكندري بالامس، هل تم ظلم نادي الاتحاد ولا انت شايف ان ما كانش فيه حاجه مؤثره بالامس؟ بص، هو مباراه نادي الاهلي والاتحاد امبارح بتتمثل في جزئين، يعني جزء كان فني وجزء زي ما حضرتك اتكلمت قبل الفاصل، جزء كان تدخل من الـ من الـ من الحكم والمساعد، ولكن انا شايف ان هو غير مقصود، وده كلام مش دبلوماسي يعني او كلام بنهدي بيه الناس، لا هو اكيد غلطه فنيه بالنسبه للمساعد، ادت ان النادي الاهلي، النادي الاهلي مع احترامي طبعا نادي الاتحاد عامل شكل جامد جدا مع كابتن طلعت يوسف واداء وثبات وكل حاجه، ولكن مباراه امبارح كان نادي الاتحاد خارج المود خالص،
يعني مباراه للنسيان بالنسبه لنادي الاتحاد، حتى الاستحواذ والشكل الجيد اللي كان ظاهر بيه في الشوط الاولاني اعتقد ان الشوط الثاني ده كان هيبقى شكل غير الشوط الاولاني. فانا وجهه نظري النادي الاتحاد امبارح هو فنيا ما كانش موجود وكان يستحق الخساره، ولكن الخطا بتاع المساعد في الجون الثاني هو اللي خلى السكور عالي، ولكن النادي الاتحاد ما كانش هيقدر حتى يتعادل مع النادي الاهلي امبارح. شايف كلام كوره بصراحه يعني. شايف تغيير احمد رفعت اللي عملها الكابتن طلعت يوسف بعد الهدف الثاني؟ بص، هو المباراه يعني ابتدت تخلص من جون احمد الشيخ. لو كان الاتحاد طلع بالشوط الاولاني 0-0 اعتقد ان كان الجيم هيطول زي ماتش الاسماعيلي، كان ممكن النادي الاهلي يكسب بس بصعوبه. وده مش تقليل من نادي الاتحاد، انا بكلمك فنيا، وانا راجل مدرب وبشوف الراجل ده بيشتغل ازاي والراجل ده بيشتغل ازاي. فايلر بيقدر ان هو برغم قصر مدته في مصر ان هو يشتغل ان الفرق هي اللي تلعب على طريقه لعبه، مش هو بيلعب على طريقه الناس. هو فايلر كل اللي بيعمله في الجيم لو انت بتشوفه بيتفرج على المباراه من 20 ل 30 دقيقه، وابتدي يعرف الثغرات الموجوده داخل التيم اللي بيلعبه، وابتدي يعمل تغييراته والشكل المرونه التكتيكيه داخل الملعب، وبكل سهوله بيقدر ان هو يخترق التيم. الفرق التنظيميه اللي بتلعب نادي الاهلي هي اكتر فرقه بتوصل للنادي الاهلي مع ابعد مدى وعطى النفس زي ما بيقولوا، ولكن في الاخر الحلول والمرونه التكتيكيه جوه الملعب بتخلي النادي الاهلي هو تملي بيكتسب الثلاث نقاط. بما انك بقى بتتكلم على الاهلي بيبدع ويتالق مع مستر فايلر، فمعانا واحد من نجوم النادي الاهلي الجمال، كابتن معتز زينو. مساء الشنطره كابتن معتز. الو، مساء الشنطره يا كابتن معتز. صباح الفل، عامل ايه حبيبي؟ ربنا يخليك. مليون مبروك طبعا النادي الاهلي متالق هذه الايام، وانت طبعا احد النجوم الجمال للنادي الاهلي. معانا الكابتن محمد صلاح طبعا. اه طبعا، ده اخويا حبيبي وعشرة العمر. ده حبيبي يا اينو، عامل ايه؟ كابتن مصر، عامل ايه؟ وحشني. ربنا يكرمك، انت اللي كابتن مصر وعشرة سنين وشخصيه ولاعب ونجم وكل حاجه جميله ومستقبل ان شاء الله في التدريب كمان. بتمنى لك كل التوفيق من كل قلبي، لانك شخصيه بجد على المستوى الشخصي حاجه محترمه، وطبعا على مستوى الكوره فانت احد نجوم الكوره المصريه بلا منازع وبلا منافس، ومن الناس اللي شرفت مصر في كل المحافل يعني، وده مش كلام والله، دي حقيقه يا اينو والله. كابتن معتز، عايزك تقول كلمتين عن الكابتن محمد صلاح، تقول عليه ايه كمدرب؟ صلاح طبعا انا هتكلم عليه الاول. الو الو، ايوه اتفضل يا كابتن. انا هتكلم على صلاح الاول، وهو لاعب، وهو لاعب كان لعيب كبير جدا وكان نجم كبير بس انت عارف الكرة فيها شوية توفيق شوية. احنا كنا مع بعض في منتخب الشباب، ومنتخب الشباب كان طبعا اللي بيقوده ساعتها كابتن حسن شحاتة نجم مصر طبعا، وكان معانا عماد متعب وامير عزمي مجاهد وعمر زكي ويعني كل النجوم اللي لعبت وتألقت، واحمد عاصم، هاني سعيد، يعني كل وجمعة عبد القوي نجم اسكندرية برضو الاولمبي. لا انا عايز اقول لك الجيل ده بتاع 83 ده يعني كان الدنيا، وخدت كاس الامم الافريقيه مع كابتن حسن. فصلاح كان من الركائز الاساسيه في المنتخب، كان هو الباك ليفت الاساسي بتاع منتخب مصر، وخد احسن باك ليفت في البطوله. بالنسبه لاسكندريه هو يعني مش عايز اقول لك من الناس. كابتن معتز ترمي. ايوه سامعني؟ سامعك. اه اتفضل. سامعني كده؟ ايوه كده تمام، اتفضل. اتحرك يمين او شمال يا كابتن معتز. طيب شكرا للكابتن معتز. كابتن محمد صلاح طبعا نجم جميل، كابتن معتز زينو جيل واحد طبعا، هو جيلنا كلنا جيل 83، وهو دلوقتي مدرب النادي الاهلي مواليد 2005. تمام. اه منتخب القاهره، كنا في منتخب اسكندريه، انا في منتخب اسكندريه، وكنا عملنا ماتش قريب كده حاجه محترمه يعني وحاجه جميله. وهو شخصيه جميله يعني، من الناس اللي هي على تواصل معاها، ما فيش حاجه قطعتنا وفرقتنا طول فتره واحنا لعيبه وحتى واحنا مدربين. احنا اتكلمنا عليك كلاعب، اتكلمنا بقى على محمد صلاح المدير الفني للنادي الاولمبي مواليد 2005، فرقتك وترتيبكم دلوقتي في الدوري عشان الناس تعرف. حقيقه انا مبسوط جدا جدا بتجربتي السنه دي تحديدا، معايا فريق ولا اروع ولا اجمل، حد كده لعيبه مضاف جمال ان شاء الله باذن الله. اوعدك ان شاء الله باذن الله هتشوف منهم لعيبه كتير في النادي الاولمبي، زي ما احنا طلعنا وجينا طلع 7-8 في الفيرست الحمد لله كملهم،
ولعبنا في الدوري الممتاز، مستمتع جدا بالعمل معاهم، لعيبه على اخلاق عاليه، لعيبه بيحبوا بعض، لعيبه عندهم امكانيات سابقه سنهم حتى في تفكيرهم، غير يعني انت لما تيجي بتشوف بعض الناشئين في كل الفرق غير لما احنا كنا بنلعب. طب كابتن معتز رجع تاني، كابتن معتز الشنطره تقريبا فيها حاجه شويه حبيبي شنطر انت بقى وسمعنا لا صلاح طبعا يعني من الركائز الاساسيه بتاعت منتخب مصر للشباب، وكره فعلا لو كانت اديته كان هيبقى باك ليفت مصر، منتخب مصر الفريق الكبير الفريق الاول. بس طبعا كل شيء نصيب في الكوره، وانت احنا عارفين كلنا ان الكوره فيها نسبه توفيق طبعا. وبعدين هو بعيد عن الكوره بقى، يعني مش عشان هو قاعد، من الشخصيات المحترمه جدا والجدعان جدا والرجاله جدا. وانا جربت يعني لما رحت اسكندريه، انا مش عايز اقول لك عمل معايا ايه، فبتمنى له كل التوفيق، ومدرب واعد، وان شاء الله يكون لي اسم في الكره المصريه في التدريب بامر الله. الدوري انتهى يا كابتن معتز ولا لسه؟ من وجهه نظري الاهلي خد الدوري ان شاء الله. الف مبروك. رايك في مستر فايلر ايه مع في دوري الابطال بقى مع الاهلي؟ لا مستر فايلر يمكن انا كنت قبل ما اخش على الهواء كنت سامع صلاح بيتكلم، لا الراجل ده يعني عنده رؤيه جامده جدا، فيهم كلنا بنشوف مدربين بتبقى قاعده على الخط بتتفرج زيه زي الجمهور. لكن الراجل ده بيعرف زي ما صلاح قال اول ربع ساعه بيبقى عارف هيعمل ايه في المباراه، وبيبقى دارس الفرقه كويس وعنده رؤيه كبيره جدا، بيبقى عارف بيبقى حاطط سيناريو كبير للمباراه. عامل طفره جامده جدا من ساعه ما جه. لو اتفرجت على النادي الاهلي في نقط معينه كده مثلا منهم الضغط، النادي الاهلي ما كانش بيعمل الضغط ده، اول ما الكره بتتقطع منه اللعيبه كلها واقفه على حيلها كويس بدني، فالحاجات دي بتحسب له. معاه نجوم، فمش اي حد بيشتغل في الانديه الكبيره، اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد والفرق الكبيره دي بتبقى ليها مدربين شخصيات هي اللي تعرف تتعامل مع الكوكبه من النجوم دي. انا شايف ان الراجل ده ناجح بشكل كبير، بتمنى له كل التوفيق، عنده كل الامكانيات، جمهور، امكانيات، النادي الاهلي طبعا نادي كبير احسن نادي في افريقيا، لعيبه، يعني لازم فعلا يطلع منهم كل حاجه. وانا شايف لحد دلوقتي من ساعه ما جه هو ماشي بشكل كويس، وبتمنى له طبعا التوفيق. وكلنا عارفين ان النادي الاهلي دايما، وانا قلتها السنه اللي فاتت وكان في منافسه والناس ما صدقتنيش واتهاجمت شويه في الاعلام، لكن انا قلت لما الاهلي بيركب القطر فعلا ما حدش بيوقفه، وده اللي حصل السنه اللي فاتت والاهلي خد الدوري. انا واحد مجرب ولعبت في النادي الاهلي، فانا عارف لما الاهلي بيركز وبيبقى على القمه ما بينزلش تاني. حبيبي يا كابتن معتز، وعايزينك بقى تشنطر معانا في احد الحلقات القادمه باذن الله، ومساء الشنطره عليك. ده شرف ليا، وبتمنى لكم كل التوفيق للشنطره الكبيره. حبيبي ربنا يخليك، شكرا حبيبي. اتفضل كمل يا كابتن محمد، وتكلم على فرقه 2005 واللعيبه الكويسه اللي عندك. فزي ما بقول لك عاجبني فيهم ان هم عندهم حب بينهم وبين بعض، زي ما كان كابتن ايلو بيتكلم، ده اللي طلعنا بيه من الكوره، الاحترام والحب والود، ان احنا لحد دلوقتي الحمد لله مع بعض مستمرين، مع بعض مستمرين في كل حاجه، بنسال على بعض، بنطمن على بعض، بنفرح لبعض، بنزعل لبعض، فدي ده الجميل، فده اللي انا بحاول ان انا ارسيه وارسخه في التيم ده، ان انت المدرب ماشي، انا محمد صلاح ممكن يبقى عندي واجهه بعد كده، ممكن يبقى عندي خلاص انا ببتدي حياتي، انما لازم انت كلاعب وانت كتيم لازم تحبوا بعض، ولازم يبقى بينكم وبين بعض نوع من انواع الالفه والحب وانكار الذات. لان اي تيم مهما كان مدرب بيشتغل بفكر عالي باحتراف بتكنولوجيا بعلم بكل حاجه، مش هيشتغل مع مجموعه بتحب بعض ومجموعه عندها انكار ذات وبتشتغل بروح الفريق. على فكره كل فرق العالم باستثناء طبعا ميسي، لان ده حاله يعني طبعا حاجه، كل فرق العالم اللي بتشتغل بجماعيه بدون النجم الواحد هي بتتسيد، وتلاقي ده التناغم. وتملي انا كمدرب دلوقتي بطلع على كل الدوريات، بحب جدا اشوف التيم اللي احس ان المدرب بيقول فيه كلام في الملعب، دي المتعه في كره القدم على فكره. ترتيبكم كام دلوقتي في الدوري؟ ترتيبنا الثالث. بص هو الدوري دوت انا بشكر طبعا منطقه اسكندريه بقياده الحاج عامر طبعا حسين، عامل دوري في 2005 ولا اروع، يعني دوري جمهوريه، في نادي الاتحاد، في نادي سموحه، في نادي حرس الحدود، في نادي ابو ريل الاسمده، في نادي جياد، في نادي فاركو، مش عايز انسى في بقى المجد او ام في بي، ولكن بكلمك على الفرق، في الاتحاد وسموحه والحرس، دول اصلا بيلعبوا جمهوريه لان بالظبط. فالسنه دي عشان لسه 2005 ما اتعملش جمهوريه فبيلعبوا معانا. انا ترتيبي الثالث بعد نادي سموحه، نادي سموحه 34 بونت وانا 31، فارس 6 بونت، فارس 6 بونت عشان هو في اسبوع اتلعب النهارده، ونادي الحرس الحدود الثاني وانا فارق بيني وبينه 2 بونت وانا الثالث، بعديه نادي الاتحاد تحتيه بونت،
دوري قوي جدا يعني، بونت 2 بونت 6 بونت. الدور الثاني اتلعب اول ماتش الحمد لله كسبت سكة الحديد 2-1. ماشي بخطى الحمد لله جيده، راضي جدا عن التيم بتاعي. كنت الحمد لله ربنا كرمني بماتش سموحه كسبت 4-1، كابتن هاني العجيزي مدير فني، وكسبت نادي الاتحاد 3-1، وكسبت فاركو 4-0، ولسه كاسب سكة الحديد الحمد لله 2-1. وعندنا ماتش الدور الثاني يوم السبت مع ام في بي، وان شاء الله الدوري هيتوقف عشان الامتحانات وهنرجع تاني. انما تجربه ممتعه يعني، تجربه ممتعه جدا انا مستمتع بيها، ان انت لما بتشتغل مع حد وتحس ان هو بعد كده هيبقى حاجه، زي ما كانت الناس بتشتغل معايا انا وانت وكانت بتشوف ان ده هيبقى وده هيبقى بالزبط. فدي حاجه جميله يعني. معانا محمد من اسيوط. مساء الشنطره يا استاذ محمد. معانا محمد من اسيوط. مساء الشنطره. وطي التلفزيون يا استاذ محمد، اسمعنا من التليفون. ماشي كده. اتفضل. مساء الشنطره يا استاذ علي حبيبي. اتفضل. معانا الكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر للشباب. مساء الله على الحي. عايز تقول ايه يا محمد؟ على نتيجة الاهلي والاتحاد. اتفضل قول. الحاجة ما اثرتش على نتيجة الاهلي والاتحاد، يعني حتى لو فكر ان هدف مش محسوب، هدف من تسلل، بس في 3 داخلين، يعني حتى لو الحاسب ما حسبش كان الاهلي في كده كده يا تمام يا محمد، انت رايك ان الاهلي يستحق الفوز يعني؟ ايوه بنسبة 100%. حبيبي يا محمد شكرا، شكرا جزيلا لاتصالك. كابتن محمد هفكرك بقى بتقرير كده، الريمونتادا اللي انت عملتها في ماتش الاتحاد لما كسبته 3-1 بعد ما الاتحاد اتقدم بهدف. هنطلع اعزائي المشاهدين نشوف تقرير عن مباراه الاتحاد والاولمبي مواليد 2005 ونرجع مره ثانيه، انتظرونا. Come on.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه بعد ما شفنا التقرير والريمونتادا النادي الاولمبي مواليد 2005 على نادي الاتحاد. بس اللي تابع التقرير كويس يتفرج على الهدف الاول والثاني هيشوف ان نفس الجمله ونفس الاوفر مرفوع وده شغل مدرب ولا يا كابتن محمد؟ الحمد لله الواحد بيشتغل يعني زي ما قلت لحضرتك انا بطلع وبحاول ان انا اوصل للجديد على طول، بتفرج على ماتشات بتفرج على مدربين برضو في ناس بتساعدني برضو الكابتن وليد عطيه على طول بيمدني بحاجات بفاولات محترم قوي الراجل ده اه جدا لا من الناس اللي انا بحبها جدا على فكره وتملي بيبعت لي حاجات وبشتغل مع برضو كابتن عطيه عبد الهادي حتى كابتن اسامه ميكا هو ماسك قطاع فوق يعني في استمراريه. بص انت طول ما انت عايز تبقى حاجه لازم تسال ولازم تطلع. فالحمد لله بنشتغل اشتغلنا على عندنا كامل اللي بيلعب الفاولات بيلعبها بشكل جيد جدا. ناجي الباك رايت قلت له اشتغل بالشكل ده واتحرك في البعيده لان طبعا معظم لو انت تابعت الجوان كلها بتاعت الدوري الممتاز حتى اللي هو اعلى ليفل في مصر كلها التمركزات الدفاعيه خاطئه بالزبط. عند الكره العرضيه فتملي الجانب الاعمى ده انت بتشتغل عليه. بربنا بيكرمك بتوفيق بتحرك جيد بلعب جيد الحمد لله بيقدروا يترجموا الشغل بتاع الواحد يزوروه بشكل جيد ولكن هم لعيبه ليهم كل التحيه لعيبه رجاله بجد يعني. طموحاتك ايه يا كابتن محمد في نهاية 2019 وبداية عام جديد إن شاء الله خير علينا وعليك؟ بص هقول لك حاجة وأنا لسه كنت في المدرسة كان طبعا أنت عارف في بعد في الطابور كان بيبقى بتتعزف النشيد الوطني كنت العلم كده بيطلع في المدرسة علم مصر كنت بقعد أقول يوم من الأيام وأنا ممكن أكون في منتخب مصر وأقف لأن أنا من صغري وأنا بحب الكورة كنت أقول ممكن في يوم من الأيام اللي أنا ممكن أكون في منتخب مصر وأمثل بلادي وإن أنا آخد بطولة لمصر فكنت بقعد أقول بعيد قوي الكلام ده وقد كان. فطموحاتي زي ما انا كنت لعيب انا شايف ان طول ما انت بتجتهد وبتسعى وما بتظلمش ويقينك ربنا وربنا هو قدامك وتملي حطه قدامك ربنا مش هيخليك هيديك حاجه انت ممكن ما تتوقعهاش. انا بجتهد وبعمل اللي عليا والخطوات اللي انا بفكر فيها هي ماشيه الحمد لله لحد دلوقتي بشكل منتظم. انا ما يعني انا دلوقتي بدرب في 2005 في الناشئين مركز جدا 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 ان انا اطلع بلعيبه وببطوله. حبايبك ياما ياما كابتن محمد معانا اخ وصديق ليك ونجم اعلامي كبير متالق لامع مقدم برنامج الزمالك اليوم مساء الشنطره يا كابتن احمد جمال. اهلا اهلا وسهلا اهلا بيكم. ازيك يا كابتن احمد؟ معانا طبعا صديقك الكابتن محمد صلاح نجم الاولمبي ومنتخب مصر للشباب. طبعا كابتن محمد اخويا الصغير وحبيبي وعشره العمر. انت النجم الجميل اخويا عشره السنين الواجهه المشرفه اللي انا بفتخر بيها ومثل اعلى وقدوه وداعم وفي ظهري على طول يا نجم والله بتشرف بيك وبالصداقه بتاعتك وتملي يا رب اشوفك متالق كده. مبسوط لنجاحاتك في قطاع الناشئين في النادي الاولمبي الحمد لله. مبسوط ان انت يعني بدات تحط رجلك بشكل قوي في مجال التدريب وان شاء الله تبقى مدرب كبير ان شاء الله زي ما كنت لعيب كبير يا محمد. ربنا يخليك يا نجم. كابتن احمد ما ينفعش طبعا تكون معانا في وسط الاحداث الساخنه اللي بيمر بيها نادي الزمالك وما نسالكش السؤال اللي مصر كلها بتساله العيب فين؟ بص انا هقول لك على حاجه انا يعني مع كامل احترامي طبعا ليك طبعا وانا طبعا انا شرف ليا طبعا ان انا اكون متواجد طبعا في اي وسيله اعلاميه لان طبعا كلكم اخواتي وكلكم زملاء وكلكم يعني على عيني وراسي. انا افضل ان انا في هذه الفتره ان انا يعني ما اتكلمش شويه عن ما يخص او ما يتعلق عن نادي الزمالك لان انا واخد القرار دوت لحين ما اطلع ببرنامج او لحين لما اشعر ان انا محتاج ان انا اتكلم في ده. فخلينا نحتفل بمحمد وخلينا نتكلم على اي امور بعيدا عن قصه نادي الزمالك ده لو تكرمت يعني. شفت ازاي حصول نجمنا المصري محمد صلاح فخر مصر والعرب على افضل لاعب في كاس العالم للانديه؟ بص محمد صلاح نجم كبير ومحمد صلاح فخر للعرب وفخر للمسلمين وفخر للاسلام وفخر للكره العربيه بصفه عامه والكره المصريه طبعا وهو يستحق هو تعب واجتهد وربنا سبحانه وتعالى اداله وهو يستحق اكتر من كده كمان بكتير وان شاء الله يتوج في يوم من الايام بجائزه الافضل في العالم وهو بيتعب وهو ما عندوش سقف لطموحاته ونموذج رائع جدا للشاب المصري المكافح المجتهد المثابر اللي ما عندوش مستحيل. ف هو هو بشكل هو طبعا هو البطوله فيها لعيبه كثيره كويسه ولكن محمد صلاح يظل هو النجم الابرز هو الاكثر جاذبيه هو الاكثر لمعانا هو الاكثر توهجا ونجوميه في هذا التوقيت طبعا فده بتاع ربنا سبحانه وتعالى هو استحقاق بكل تاكيد. كلمه اخيره توجهها لنجم مصر ونجم الاسكندريه فخر اسكندريه بقى الكابتن محمد صلاح.
اقول له محمد ركز اكتر واجتهد اكتر واتعب اكتر، انت لسه قدامك وقت طويل جدا، انت لسه صغير ولسه قدامك الوقت طويل جدا، انت نجحت نجاحات في وانت لعيب، ليه لا تبقى انجح من وانت لعيب وانت مدرب مثلا او انت في مجال تاني، لسه العمر قدامك طويل، بص للي جاي، اللي جاي اكتر ان شاء الله من اللي راح، واللي جاي بالنسبه لك هيكون افضل ان شاء الله، ودي نصيحتي ليه ان هو يركز جدا في موضوع التدريب، لو هو يكمل في موضوع التدريب او اي في اي مجال وينجح فيه اكتر حتى مكان ما هو لاعب، ان شاء الله ربنا يكرمه ويديله ان محمد انسان طيب وانسان قلبه طيب ونظيف من جوه ومجتهد وبيحب شغله، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيديله ان شاء الله. ربنا يخليك يا نجم، ده كلام كبير وكتير عليا، وربنا يكرمك ان شاء الله كده، وانا برضه اشوفك في المكان اللي انت تستحقه، اعلامي قدير ومهني محترم وحاجة جميلة والله، لو اتكلمت عنك كتير مش هيوفيك حقك وحب ليك يعني. ربنا يديم معروف يا كابتن احمد جمال، بنشكرك شكرا جزيلا وشرفتنا. بشكرك حبيبي، اتفضل. طبعا بقى بعد مداخلة الكابتن احمد جمال، فالحديث الشاغل في الوسط الرياضي نزيف النقاط عند نادي الزمالك، العيب فين يا كابتن محمد؟ والله بص، هو مشكلة نادي الزمالك بسيطة جدا وصعبة، ان نادي الزمالك حاله حال النادي الاهلي. الكيانات الكبيرة مع أي تأثر مع أي تعثر، كل الناس الحاجة لو هي كانت مثلا صغيرة بتبقى كبيرة جدا. التعثر اللي عند نادي الزمالك ده طبيعي، أنت عندك مشاكل، عندك حاجات كتيرة خارجية أكيد بتصب جوه الملعب. يعني كان عندك مشكلة كهربا ما تغفلهاش طبعا، ما كهربا كان نجم كبير، وإن هو يمشي بالشكل دوت وإن هو يمشي وبعدين النادي الأهلي يتفاوض معاه وبعدين الأهلي النادي الاهلي يتعاقد معاه، وان في ظل كان المفروض في ازمه ماليه في نادي الزمالك وان يسرب ان هو حد اتكلم معاه وقال له فلوس هتيجي، كل ده ما لازم هتشوفه في الملعب، لكن اللعيبه مش هتطلع تقول اللي انا بقوله وتكرر تاني مع نقاز، انما بالظبط، واخيرا مع نقاز وبشكل غير جيد. ولكن انا بقول لك بقى، يعني كل الناس وانت بتقول الاهلي والدوري، وطبعا النادي الاهلي عودنا لما بيركب الدوري ما حدش بيجيبه، عكس ما هو بيبقى بعيد زي نادي الزمالك كان متسيد لحد كل الناس قالت الدوري في الزمالك، ولكن النادي هيخد. انا بقول لك السنه دي لو نادي الزمالك، ولو حد بيسمعني فيه ملخصا للكلام، لان نادي الزمالك كبير واكيد عندنا تفاصيل بحجم نادي الزمالك ممكن ما تتقالش على الهوا، ما ينفعش تتقال على الهوا، ولكن كله يعلمها. انا بقول لك نادي الزمالك لو عايز يعمل ريكورد جديد، ان هو يعمل يتقمص شخصيه النادي الاهلي في ان هو يعمل الكامباك، دي الحاجه اللي انا ممكن اقولك عليها، ان نادي الزمالك بعد كل ده يلم نفسه ويقفل على نفسه، والمخلصين في نادي الزمالك تشتغل بشكل جيد، دوري لسه طويل، لسه النادي الاهلي هيلعب، لان من مصلحه مصر ومنتخب مصر، لان انا لعبت في منتخب مصر، كلنا في منتخب مصر لما بتلبس تيشيرت عليه علم مصر مفيش اهلي وزمالك. نادي الزمالك اي تعثر ليه وانفراد النادي الاهلي بالقمه، مع احترامي لكل الفرق التانية، ما حدش هيقدر يجيب نادي الاهلي زي نادي الزمالك، فمش من مصلحه حد ان نادي الزمالك يبعد. نادي الزمالك روشيتا، وانا بقولها على الهوا، لو هو فعلا فعلا حابب يرجع جديد ومن جديد، هو يعمل زي ما النادي الاهلي بيعمل، زي ما النادي الاهلي كان جاي من بعيد السنه اللي فاتت والناس كلها قالت الدوري في الزمالك، لا السنه دي ده الناس كلها وانت حضرتك بتقول الدوري في الاهلي. انا لعيبه نادي الزمالك تقول لمصر كلها لا، ان احنا نقدر نعمل وان نقدر نجيب الدوري في 100 عقبه، وده لمصلحه مصر على فكره. انا بحب النادي الاهلي وبحب نادي الزمالك. كابتن محمد الدوري خلص لسه، لما الدوري يخلص والدوري لما يخلص فعليا والنقاط تصل الى زي ما حضرتك بتقول. ايوه بالظبط، انت كده اعلامي محايد. لا انا لا مش انا، بص انا لما لعبت في منتخب مصر عرفت يعني ايه النادي الاهلي ونادي الزمالك. استاذنك نبارك للصديق الكابتن علاء احمد يوسف حصوله على ماجستير التربيه الرياضيه من جامعه كفر الشيخ، بنقول له الف مبروك. كابتن علاء طبعا هو حاصل على بكالوريوس تربيه رياضيه جامعه اسكندريه، وحاصل على دبلومه اصابات تاهيل الملاعب جامعه طنطا، ويعمل حاليا في تسويق اللاعبين. مبروك، مليون مبروك طبعا الكابتن علاء احمد يوسف. الف مبروك وموفق ان شاء الله. بما اننا احنا بقى اولمبويه دوري الدرجه الثانيه، فاركو محقق المفاجاه 22 نقطة. فاركو 22 نقطة، المحلة 20 نقطة، الرجاء 16، دمنهور 15. أقول لك نتائج الأسبوع النهاردة اللي اتلعبت. بيقلة خسر من المحلة 5-0. بلدية المحلة الكابتن رضا بعد هزيمته الأسبوع اللي فات من المحلة، النهاردة كسب ديكيرنس 1-0.
المنصوره كسب الماليه 2-0. الاولمبي يخسر على ملعبه في الدقيقه الاخيره من الحمام 2-1. واستقاله او اعتذار الكابتن احمد الكاس عن تكمله المهمه، والرجاء ودمنهور خلصوا على بعض بالتعادل الايجابي 1-1، وابو قير للاسمده اوقف انتصارات فاركو بالتعادل السلبي. شايف الدوري في الدرجه الثانيه ازاي، وما هو الحل في النادي الاولمبي؟ طبعا يعني انا يعني حزين جدا. النهارده كنت بتفرج على المباراه قبل ما اجي، يعني انا بكيت مش على حال النادي الاولمبي ولا النادي الاولمبي والمجلس وحتى الكابتن احمد الكاس، محدش قصر. هو كانت حاجه جميله، كانت حاجه جيده. كنا زي ما بيقولوا كده مجلس الاداره وفر كل شيء وجاب كابتن احمد الكاس الابن البار وكابتن النادي الاولمبي ومصر، وفخر لينا ومثل اعلى وقدوه لاعبا ومدربا. دي حقيقه، لاعبا ومدربا، وانا باكد على كده. وانا بكيت النهارده على رد فعله بعد الجون الاول، عرفت قد ايه الراجل ده فعلا مضغوط. هو النهارده او الماتش اللي فات محمد كان تقريبا في الماليه، كان مطرود واحد. كان مطرود، فكان النهارده بره، كنا احنا في المدرج وهو كان بره الحديد. عايز اقول لك لما جه الجون الاولاني لينا، احنا جبنا الجون الاول، عايز اقول لك كابتن احمد الكاس فرح فرحه ونط نطه، مش نطه جون، نطه راجل شايل هم النادي الاولمبي، وكل واحد تعب وشقي، وهو شاف وهو لعيب وهو بيلعب وهو راح منتخب مصر في النطه دي. ولكن تاتي الرياح زي ما بيقولوا بما لا تشتهي السفن. مباراه من نادي الحمام طبعا مبروك مجلس اداره ولاعيبه وجهاز، ولكن يعني ما انا في وجهه نظري لا، ما نستحق يعني ما نستحقش الخساره بالشكل اللي هو انتهت بيه المباراه. ولكن كابتن احمد انت نجم كبير، انت راجل كنت وما زلت وستظل رمز لينا في النادي الاولمبي، مش موفق دي حاجه طبيعه الحال، ولكن انت اسمك وانت مدرب كبير، مش زي ما الناس بتقول او او او، لا انت مدرب كبير، انت اشتغلت باخلاص، الناس كلها كانت شايفه شغلك، المجلس المحترم كان معاك وسند وانت النهارده لو ما كانش هو قدم اعتذار، عمر ما المجلس كان هيفكر ان هو يقيله، لان هو شايف شغله وشايف بيشتغل ازاي. احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نلتف حوالين الكيان. النادي الاولمبي محتاج كل المخلصين انه يقفوا معاه بشكل جيد، لان النادي الاولمبي فعلا في محنه، في محنه مش في الكوره. على فكره لو انت بصيت في شكل الجدول، حتى لو في نزول او حتى في صعود، لا لسه زي ما كنت بقول على نادي الزمالك، انا اتعودت ان مفيش حاجه اسمها مستحيل الا لما الصفاره تنتهي او فرق النقط. ولكن احنا محتاجين يا جماعه، احنا بنحب النادي الاولمبي يا جماعه، احنا عايزين النادي الاولمبي يرجع، عايزين الكل يلتف حول الكيان، مش بالكلام بالظبط. ما ينفعش انا ادخل صراعات مع مجلس وشخصيات وحاجات، وحتى مع ناس في الجهاز على مصلحه النادي الاولمبي. كل من يتصارع على النادي الاولمبي او على من يجلس على مجلس اداره النادي الاولمبي، او حتى من يعمل داخل النادي الاولمبي في قطاع الكوره او في اجهزه او في اي لعبه، هو الخسران. النادي الاولمبي زي ما انا كده قاعد مع حضرتك وبقول ان انا لاعب نادي الاولمبي، عشان انا اديت نادي الاولمبي وعرفت قيمه نادي الاولمبي. النادي الاولمبي اداني اسم وشهره واداني تاريخ. انما اي حد هيحاول يخلص حسابات شخصيه مع محمد صلاح او مع اي حد بيعمل في النادي الاولمبي، هو محمد صلاح بره. نتمنى التوفيق للنادي الاولمبي ان شاء الله، ويعود مع اي مدير هيتولى من ابنائه او سواء من الخارج، وكل الدعم للنادي الاولمبي، وان شاء الله نشوفه في الدوري الممتاز قريبا. اخدك بقى للكره العالميه وكاس العالم للانديه، ونجمنا فخر مصر وفخر العرب محمد صلاح وحصوله على افضل لاعب في كاس العالم للانديه. شفت فوز ليفربول ازاي، وشفت محمد صلاح ازاي؟ انا شفت محمد صلاح في لقطه وطنيه جميله جدا، وهي تتلخص في ان محمد صلاح بكل هدوء وثقه وتطوير وعزيمه قدر ان هو يحط علم مصر في بلد بقالها فتره او بقالها 3-4 سنين بتحارب مصر بكل ما اوتيت من قوه، ولا بقى عمل زي الدبلوماسيه ولا عمل ولا توك شو ولا كلام، ولا ده راجل اجتهد، ده راجل ركز، ده راجل اخلص لله في شغله، وقدر ان هو يروح بكل هدوء جدا في بلد. انا بقول لك تاني، لان انا راجل مصري متابع، عارف مين بيحب بلدي ومين مش بيحب بلدي. الناس دي بقالها فتره كانت بتعبس بالامن الوطني والقومي المصري، ولكن الراجل ده بكل هدوء وبكل ثقه وبتركيز في شغله قدر ان هو يحط رجليه في قطر. وعلى فكره لقطه ان هو محمد صلاح يصر ان يبقى علم مصر
معاه من ساعه من بعد المباراه لحد ما خلص دي حاجه لافته انا احترمه عليها جدا، لان احساسه طبعا. احساسه الوطني واحساسه ان انا من خلال شغل الكوره يا جماعه مش ترفيه، لا الكوره مش ترفيه خالص، احنا فاهمين الموضوع غلط. الكوره ده اقتصاد بلد، وده دعايه محترمه، واحنا لازم نتعامل مع محمد صلاح كدوله بشكل اكبر من كده. احنا محمد صلاح من فتره قريبه كنا مدخلين طبعا احمد فتحي صديقي وحبيبي وكل حاجه، بس ما كانش ينفع ان انا ادخل نجم كبير زي احمد فتحي في مقارنه على حاجه وهي مع افشاره. ده قيمه كبيره قوي، وده احمد فتحي ده تاريخ على فكره، يعني تاريخ في المنتخبات وحاجه كبيره جدا، وتاريخ هيذكره بعد ما يبطل كور. معانا نجم الاهلي كابتن احمد عادل، اخويا وحبيبي وصديقك وحبيبك واخوك. احسن حاجه الشنطره ابو حميد حبيبي، انت عشان حبيبي يا كابتن فوزي ومنور الدنيا والله. عايزينك تيجي تشنطر معانا ابو حميد. لا حبيبي انت طبعا ومعاك يا كابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر وعشره العمر، واكيد يا كابتن فوزي انت معاك قيمه كبيره اكيد طبعا من رؤوس النادي الاولمبي، فبتمنى له التوفيق طبعا مع النادي الاولمبي، وبتمنى له الخير دايما طبعا. انت النجم الجميل يا احمد والله، ومن الحاجات الجميله اللي حصلت في حياتي، يعني لو انا قعدت اتكلمت عليك كتير انت بجد حاجه، انت اصغر مني بسنه ولكن انت مثل اعلى ليا وقدوه، وحد انا فعلا بستند عليه، حد كده يعني بجد من الناس المحترمه جدا جدا جدا، ان هي ما اتغيرتش ومش هتتغير، يعني داخلين بيت بعض وقريبين مع بعض وحاجه جميله. بتمنى لك يا رب التوفيق، واشوفك كده تملي احسن مني واحسن من اي حد بامر الله ان شاء الله، لانك تستاهل يا نجم حبيبي. الله حلو، انت عارف انا مهما اتكلمت عليك انا شهدت فيك مجروحه، فانت عارف انت عندي ايه، واخ كبير ليا، وعلى مسيره حياتنا مع بعض حققنا انجازات كبيره الحمد لله، واللي بينا كل خير يعني عشان ده يبقى واضح للناس يعني. الحمد لله طبعا حبيبي يا كابتن احمد، وانا عايز اقول لك عشان وقت البرنامج بقى للاسف، فانا عايز اقول لك مساء الشنطره، ومستنيينك تشنطر معانا قريب يا حبيبي يا كابتن فوزي، وانا بتمنى لك الخير دايما حبيبي. ودايما متالق ودايما كده في احسن حال، ربنا يخليك، وبرنامجك كالعاده مكسر الدنيا حبيبي، وطبعا معاك ضيف نجم كبير ونجم من نجوم منتخب مصر تاريخ كبير، واتمنى له التوفيق في مسيرته التدريبيه، لان هو مدرب مجتهد وتدريبه مسابق سنه، يعني فكره وتدريبه ده اكيد هو الانجازات اللي محققها مع فريق 2005 في النادي الاولمبي مسابقه سنه بكتير قوي، تشوفه حتى في اداره المباريات، لا مدرب كبير، مدرب حتى مدرب فريق اول مش مدرب فريق 2005، واتمنى للكابتن محمد صلاح التوفيق، ويبقى ليه دور كبير جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه مع الفريق الاول النادي الاولمبي، يطلع ان شاء الله من الكبه اللي هو فيها باذن الله. ونشكرك شكرا جزيلا يا كابتن احمد، مساء الشنطره. كابتن صلاح سريعا عشان وقت البرنامج، عشان طبعا كان حلقه جميله ورائعه، وقتنا بيمر سريعا. رونالدو ترك ريال مدريد وراح اليوفي عشان يجيب دوري الابطال، فاليوفي مهدد بفقدان الدوري وخسر السوبر الايطالي من لاتسيو، والريال مع زيدان يعاني ويتعادل مع اتلتيكو بالباو، وبرشلونه اصبح متصدر. عايزك تربط لي ما بين الريال واليوفي ورونالدو سريعا. رونالدو نجم كبير، قدر يتكيف مع الدوري الاسباني ومع الكره الاسبانيه، وقدر ان هو يكون جزء كبير من نجاحات ريال مدريد. طبعا بغيابه ومشيانه لازم اي تيم مهما كان الليفل بتاعه عالي يتاثر. اعتقد ان وجود زيدان، يعني الفتره اللي مشي فيها زيدان ريال مدريد كانت فرقه عاديه جدا، انا كنت متابعها كانت عاديه جدا، باستخدام زيدان ابتدى، انت كان عندك نجمين كبار زيدان ورونالدو، فنجم النجمين مشوا ورا بعض، فطبعا عملوا فراغ كبير. فوجود زيدان ورجوعه تاني لريال مدريد اعتقد ان هو هيقدر يصنع نجم زي رونالدو اللي هو يرجع تاني ريال مدريد للشكل اللي احنا شايفينه. ده بالنسبه للريال. اليوفي الدوري الايطالي صعب جدا، ورونالدو خلاص بقى حد جامد، حد بيتلعب عليه ماركنج جامد. الادوات اللي في الدوري الايطالي تختلف تمام الاختلاف عن الادوات. هينجح ولا مش هينجح؟ لا اكيد طبعا، ده راجل عودنا على كسر ارقام، اكيد يعني ينجح، اكيد هينجح. شكرا جزيلا، فقراتنا خلصت وحلقاتنا خلصت، نشكر نجمنا الكابتن محمد صلاح، وعلى وعد ان شاء الله بلقاء متجدد في الحلقات القادمه. اشكركم اعزائي المشاهدين، لازم ومهم وضروري تستنوا الحلقه الجايه من برنامجكم الكوره مع الشنطوري الثلاثاء القادم الثانيه عشر مساء. السلام عليكم.